يا مساء الخيرات واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 90 دقيقه ولسه مستمرين معاكم في ايام شهر رمضان المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده طبعا فطرنا وبعد الفطار كان في شويه برضو الجو قلب مره واحده وزعابيب وتراب بره. طبعا اللي ما عندوش يعني مشوار ملح فاعتقد انه من الافضل انه يحمي جيوبه الانفيه ويقعد في البيت. سالم غانم طبعا اللي خلصوا صاله نفس الكلام. احنا بنعيش طبعا تقلبات جويه، 21 مارس كان الانقلاب الربيعي، فاحنا الايام دي في موجه الرياح فيما يبدو الخمسينيه، ربنا يسلمنا منها. واهلا بحضراتكم في حلقه جديده. النهارده عندنا مجموعه من الاخبار المهمه، بعضها متعلق بالحوار الوطني، بعضها متعلق ب محاولة حل لأزمة السيارات بإلغاء الأوفر برايس. يا ترى ده هيحصل ولا لأ؟ وبدأ يتطبق ولا لأ؟ ده برضو هنشوفه. نتابع مع حضراتكم يمكن مستجدات القضية الفلسطينية. وهيكون معنا في فقرتنا الرئيسية النهاردة حوار خاص مع الدكتور هاني عبد الجواد. واللي ما يعرفش الدكتور هاني عبد الجواد هو ساحر العمود الفقري، وهو واحد من أهم الأطباء في هذا المجال ومن الأشهر في مصر والوطن العربي وربما العالم. وكانت أصداء عملياته المختلفة اللي يمكن منها كانت عمليات خطيرة والأولى من نوعها لإصلاح تشوهات العمود الفقري، كانت مسار شهرة كبيرة ليه وجعله مقصد لكتير من المرضى في كل أنحاء الوطن العربي. ومؤخرا تم تكريمه الحقيقه في دبي بجائزه الملهم في مجال الطب وتكريمه بالحصول على الوسام الماسي. وحضرتك تفتكروه لانه كمان كان عامل عمليه شهيره جدا لفتاه اماراتيه كان عندها تحدب شديد جدا في العمود الفقري، وكانت ساعتها عمليه خطيره ونسبه النجاح فيها قليله جدا، لكنه استطاع انه يحقق معجزه طبيه. هو ضيفنا النهارده في الحلقه. ولو حضرتك عندكم اي تساؤلات او استفسارات طبيه ممكن تبعتوا لنا على البيج بتاع صفحه المحور. هنبدا مع حضراتكم من الحوار الوطني. والنهارده كان لقاء لرئيس الوزراء مع اعضاء اللجنه التنسيقيه للحوار الوطني. التقى النهارده بيوم الدكتور مصطفى مدبولي بالاعضاء في اللجنه التنسيقيه المشتركه للحوار الوطني واللي بتضم ممثلين عن مجلس الوزراء ومسؤولي الحوار الوطني. وكان طبعا على رأس الحضور المنسق العام للحوار الوطني دكتور ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وأعضاء اللجان التنسيقية. في الواقع لقاء النهاردة هو اللقاء الثاني ما بين رئيس الوزراء وما بين أعضاء اللجنة. ودكتور مصطفى مدبولي أكد أنه هدف اللقاء هو متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة بعد ما تم التوافق خلال الاجتماع الأول على تشكيل اللجنة، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها. وأكد كمان أنه في اهتمام وجدية بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ. كمان خلال اللقاء منسق الحوار الوطني الأستاذ ضياء رشوان عرض شرح بالتفصيل لآليات متابعة 135 توصية اللي خرجت بيهم لجان المختلفة للحوار الوطني في مرحلته الأولى، وقدم شرح كمان بخصوص تفاصيل ما تم في المحور الاقتصادي تحديدا خلال جلسات المرحلة الثانية. كمان قال أنه بيتم حاليا صياغة مجموعة من التوصيات بصورة نهائية تمهيدا لعرضها على سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن بين التوصيات دي توصيات الحكومة اللي اتخذ القرار بشأنها مؤخرا بالفعل، من بينها على سبيل المثال تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وغيرها من التوصيات الاقتصادية. ده فيما يتعلق بمجلس الوزراء. لكن كمان من ناحية تانية كمان كان في استحسان من اللجنة المشتركة لتوصيات الحوار الوطني. هم سمنوا كمان اللقاء مع دولة رئيس الوزراء واهتماماته بوضع التوصيات حيز التنفيذ زي ما أشار السيد الرئيس، وأنه يكون الحوار الوطني وفق خطة زمنية لتنفيذ التوصيات المختلفة. خلال اللقاء أشار أعضاء اللجنة المشتركة للحوار الوطني إلى آلية تقسيم مخرجات الحوار الوطني واهتمام الحكومة بتنفيذها.
وتوجهوا بالشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة تنفيذ التوصيات ومخرجات الحوار في محاوره المختلفة، وعقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة لمتابعة آليات التنفيذ للحوار الوطني، واهتمام أعضاء الحكومة بحضور الجلسات في مرحلته الثانية. وخلال اللقاء كمان أشار أعضاء اللجنة المشتركة للحوار الوطني إلى آلية تقسيم المخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، مع ضرورة وضع خطة زمنية محددة لتنفيذها عبر الأولويات اللي هيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عدم أو عدد من التشريعات المهمة قبل الفصل التشريعي المقبل عشان يتم عرضها على البرلمان. وأشار إلى ضرورة استمرار التشاركية التي كان لها أثر كبير خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطني. خبر تاني قريناه انه هيتم الغاء بقى الظاهرة يعني عشنا معاها تقريبا 3-4 سنين او تقريبا 3 سنين يعني، وتفحشت في سوق السيارات، هي ظاهرة الاوفر برايس. دلوقتي بيقال انه هيتم الغاء الاوفر برايس خلاص، والموضوع ده كان مسار طبعا حديث ناس كتير جدا. الحقيقة في تصريحات للأستاذ منتصر زيتون عضو الشعب العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، أكد فيها أنه بيع السيارات بالأوفر برايس هيتوقف نهائيا خلال الأسابيع اللي فاتت. الأوفر برايس اللي معرفوش هو فرض زيادة غير رسمية على سعر السيارة الرسمي المعلن من الوكيل المحلي للعلامة التجارية مقابل عملية تسليم السيارة للعميل بدل ما ينتظر دوره في قوائم الوكيل. الحقيقة ان موضوع الغاء كمان اوفر برايس جاء بالتزامن مع اجراء بعض وكلاء السيارات لتخفيضات رسمية على سعر السيارات عندهم عشان تصل قيمته الى 500,000 جنيه. يعني كما قيل هنفهم اكتر، هيكون معنا على التليفون الاستاذ منتصر الزيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام لغرف التجارية بالقاهرة. أستاذ منتصر زيتون أهلا بك معانا. يا أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وانت طيب يا فندم، ورمضان كريم، وكل سنة وانت طيبين ومصر كلها بخير يا رب دائما. يعني الخبر زي ما بيقولوا يسلج الصدور كده، وناس كلها كانت منتظرة موضوع إلغاء الأوفر برايس ده، بس عايزين حضرتك تفهمنا أكتر التفاصيل. يعني هو بالفعل يعني ايه اللي حصل؟ هل حصل اجماع دلوقتي او اتفاق من غرف التجارية مع التجار كلهم ان ما هيكونش فيه اوفر برايس خلاص، ويعني ولا العملية هتمشي ازاي؟ لو تشرح لنا نكون شاكرين فضلك. والحمد لله احنا كنا اول قطاع يبادر بتراجع الاسعار كان قطاع السيارات، بمجرد ما تمت صفقة راس الحكمة وبمجرد ما بدأت يكون في بوادر حصيلة دولارية وحصيلة عملة هتأهلنا ان احنا نفتح باب الاستيراد تاني، وبمجرد ما تراجع سعر الدولار تم الاتفاق ما بين التجار والغرف التجارية على الغاء الاوفر برايس، وبالفعل تم الغاء الاوفر برايس نهائيا من على السيارات كلها بنسبة 100%، ونسبة بسيطة حاليا يمكن من السيارات الفارهة بس هي اللي عليها اوفرات خفيفة جدا لعدم توافر مخزون منها، لكن السيارات العادية كلها بدون استثناء أصبحت تباع بالسعر الرسمي بدون أوفر برايس. وبعد ما تم إلغاء الأوفر برايس بفترة بدأ الوكلاء يعيدوا التسعير مرة أخرى على السعر العملة الجديد سواء يورو أو دولار، وبدأوا يغيروا القوائم السعرية وتنزل قوائم بأسعار جديدة، ويعني وكان فيها نسبة انخفاض كبيرة جدا من 100,000 ل600,000 في بعض السيارات. يعني وده بدأ يتطبق بالفعل. هو اتطبق بالفعل واصبحت دلوقتي السيارات كلها متاحة بالاسعار الرسمية الجديدة للمستهلك. طب نقدر نقول انه في نزول في الاسعار يعني بنسبة جيدة ولا لسه شوية؟
يعني هقول لحضرتك النزول في الاسعار لما اجمع الاوفر برايس اللي اتلغى ونسبه الخصم اللي الوكيل عملها، النسب وصلت في بعض السيارات ل 30% وبعض السيارات 25%. دي نسبة يعني كبيرة مش قليلة. نسبة كبيرة جدا، وفي سيارات 15% وفي سيارات 20%، يعني كلها نسب كبيرة. ده بالنسبة للجديد والقديم. بالنسبة للجديد كله، وبالنسبة للقديم مرتبط ارتباط كلي وجزئي بالجديد، مجرد ما الجديد بيرتفع القديم بيرتفع، بينزل بنفس النسب. طيب اللي بقى ايه يضبط ان هو لسه بيعمل الاوفر برايس ده، في آلية ما للمحاسبة او كده ولا ايه اللي بيحصل؟ هي النسب حاليا حتى يعني بعض السيارات اللي ما زال عليها اوفر برايس زي ما قلت لحضرتك، دي سيارات من السيارات الفارهه جدا اللي هي مش متوفره. بتبقى بالطلب يعني. بالظبط. ودي اللي لسه عليها اوفر برايس. مفهوم. والنسبه اللي عليه خلاص يعني نزلت، كمان تقدر تقول ان نزلت بنسبه مثلا 80%. هايل جدا جدا. طيب هل السوق بدأ ينتعش شويه؟ طبعا تجار السيارات برضو عانوا على مدار سنوات من برضو عمليه الركود التضخمي اللي حاصل، فهل ده بدأ يحرك السوق شويه؟ هو بالفعل بدأ يتحرك وبدأ يعني تظهر انتعاشه في السوق نتيجه تراجع الاسعار، وخاصة في كل البراندات اللي هي بدأ اللي هي خفضت الاسعار، وكان كمان في بعض مبادرات من بعض الوكلاء يعني ان هم امنوا العملاء، يعني كمان لان الناس كانت برضو منتظره ان هل من مزيد، يعني هل في تراجع تاني او لا. فبعض الوكلاء نزلوا من مع البرايت ليست او الاسعار او قائمه الاسعار الجديده كاش باك للعميل لحد 15/6، لو حصل تراجع في الاسعار مره تانيه يعني هيردوا لهم الفرق. ودي رسالة لأن السوق استقر والأسعار استقرت، وبيقولوا لهم اتفضلوا اشتروا. هايل جدا، يا رب، ونتمنى إن السوق يمشي ويرجع الإقبال ويستفيد الكل من تراجع الأسعار. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ منتصر زيتون، عضو الشعب العام للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة. 30 مارس يوم السبت القادم وذكرى وفاة العندليب الأسمر الأسطورة عبد الحليم حافظ، واحد من أهم وأعظم المطربين المصريين والعرب على الإطلاق. يمكن كتير مننا ما يعرفش أن العندليب باع أكثر من 80 مليون أسطوانة موسيقية على مدار تاريخه، رقم قياس 80 مليون أسطوانة. يوم الأربعاء 30 مارس سنة 77 رحل عن عالمنا واحد من الأعلام، أعلام الفن والموسيقى في مصر، عن عمر كان 47 سنة. وبالرغم من قصر عمره الفني إلا أنه مشواره كان طويل وحافل بالمحطات المهمة. وعبد الحليم حافظ شارك المصريين كل مناسباتهم وكل أحلامهم وكل قصص حبهم وقصص عشقهم، إلى الحد اللي كانت جنازته جنازة مهيبة، وعشرات السيدات يمكن انتحروا يومها. يعني كان حدث استثنائي في تاريخ الفن المصري، ويظل هو شخصية استثنائية رغم قصر عمره وممر به الحقيقة من أحداث صعبة على مدار حياته، سواء في طفولته كيتيم أو رحلته مع المرض طوال السنين. ومع ذلك كان بيجتهد أكبر الاجتهاد عشان يقدر يتخطى آلام المرض فيروس سي وتليف الكبد، ويقدر يقدم إبداع باقي رغم رحيله سنة 77. خلونا نتابع. قولوا له قولوا له الحقيقة، قولوا له بحبه من أول دقيقة. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم أتهنى، يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة كان
كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة قال لي جمالك أجمل صدفة قال لي جمالك أجمل صدفة كان يوم حبك صدفة أنا لك على طول خليك ليا كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا بلاش العتاب بلاش عتاب يا حبيبي بلاش عتاب يا حبيبي ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي وإن لقاكم حبيبي سلمولي علي إن لقاكم حبيبي سلمولي علي طمنوني الأسمار تانية. والحقيقة احنا سعداء جدا زي ما قلت حركوا في اول حلقة بالفقرة دي لان معانا عالم جليل عالم مصري وطبيب ذو شهرة على المستوى الاقليمي وكمان العالمي لدرجة دفعوا ناس كتير قوي ان هي تلقبه بساحر العمود الفقري وحركوا هتعرفوا ليه الجملة دي لان يمكن احنا كتير مننا اطلع على العمليات الناجحة للدكتور واللي كانت يمكن نجاحها أشبه بمعجزة وده طبعا جعله مقصد لكتير من المرضى خاصة من أصحاب الحالات الصعبة سواء في مصر أو في الوطن العربي أو حتى في العالم ومؤخرا كنا سعداء وفخورين جدا جدا بحصوله على الوسام الماسي كونه الشخصية الطبية الأكثر إلهاما في حفل أقيم له في دبي ولتكريم أفضل القيادات وأبرز المنجزين في المكالات كافة وكان منهم الدكتور هاني عبد الجواد ساحر العمود الفخري والمنورنا في حلقتنا النهارده. الله يخليك استاذ حسام. مرحبا بحضرتك كل سنه وانت طيب. اشكرك جزيلا على الاستضافه كتر خيرك اشكرك. لا بالعكس احنا سعداء جدا. الله يكرمك شرف ليا. كل سنه وانت طيب. اشكرك جزيلا. احنا في ضيافه عالم كبير. الله يخليك كتر خيرك اشكرك. منور. انا بس هبدا مع حضرتك انت ابن قريه البساتين. ايوه ده منهور بحيره صح؟ ايوه ده حقيقي. وكان بيقول لك يا دكتور هاني وانت صغير. والدي الله يرحمه. يعني الموضوع في الدماء من وانت صغير. مش في دماغ انا في دماغه هو بقى الله يرحمه يعني الله يرحمه. ودي كان برضو لها قصه انا ذكرتها قبل كده كتير ان هو ما كانش في اي ظواهر مش كانش اي شواهد. لكن هو كان شايف ده وكان ده حلمه يعني. هو كان طبيب ولا؟ لا والدي كان مزارع وانا من اسره عاديه جدا في بلد ريفيه عمر ما طلع منها طبيب يعني. ما التحق اصلا والله. بكل الطب ودي كان الغريب ان يعني هو كنت اول واحد يلتحق بكليه الطب في قريه ايه قريه البساتين قريه البساتين في محافظه البحيره بالظبط اجدع ناس الله يخليك اشكرك طبعا يعني انا اتشرفت بالدكتور قبل كده تليفونيا اكتر من مره في عمليات كان شرف ليا
لكن طبعا ببارك لك على التكريم. اشكرك جزيلا. كواليس التكريم ده يحصلك على التكريم الماسي، ويبدو ان الناس في الامارات اصبح حضرتك يعني مصدر حب ليهم والهام كمان. الله يكرمك يا رب، اشكرك جزيلا. يعني هو الحمد لله ان لاسباب عديده زي ما سعادتك ذكرت ان اصبح الحالات اللي هي الصعبه اصبحت تجيلنا، يعني اصبحنا مقصد ليهم من كل البلدان يعني. ومن البلدان ديت الامارات، والحمد لله لي اهل هناك كتير يعني من المرضى اللي جريت ليهم جراحات قبل كده. وبعدين في نهايه شهر 4 جالي اتصال من استاذ محمد شمس الدين ان انا مرشح للتكريم في حفله هيقام في اول شهر مارس بالجائزه اللي ساعتك ذكرتها ديت. والحمد لله يعني حصلت على التكريم. ببارك لك، مبروك. ده عن مقبل اعمال حضرتك في مجال خاصه عمليه العمود الفقري. عن مجمل خاصه في تشوهات العمود الفقري. تشوهات العمود الفقري. بالظبط. انا والدي كان دكتور عظام برضه. ما شاء الله. وانا فاكر الله يرحمه كان دايما بيقول لي اصعب حاجه الشغل في العمود الفقري. ده حقيقه؟ هو حقيقه ومش ده. حقيقه يعني دلوقتي هو الدنيا دلوقتي انتقلت ان يبقى في تخصصيه. بالظبط. هو كان بيقول لي الغلطه في فوره. الغلطه في فوره، عشان كده لما تبقى متخصص ودي شغلتك بتقلل موضوع الغلطه ديت، يعني بتحاول تبقى ده الحاجه اللي معتاد عليها تعملها كل يوم. فبتقلل الموضوع ده، والحمد لله ربنا يسر. ان انا اصلا كان قبل كده كان التدريب بتاعي كان في احد افضل الاماكن في العالم، وبعدين بعد ما رجعنا هنا كميه الحالات اللي ربنا يسر وعملناها اصبحت اضافت للخبره حاجات كتير جدا، فاصبح ان الموضوع ده لا يمثل عائق يعني. حضرتك اخترت الموضوع ده عن حب يعني؟ انت اخترت والله ما اقدرش اقول لك اني اخترت عن حب، لان في بدايه الاختيار خالص انت بتبقى مش عارف انت رايح فين يعني. مش عارف فين يوديك على فين يعني. بالظبط. بس هو كانت الفكره الرئيسيه ان عايز اتعلم كويس وعايز ابقى متخصص في حته. في بداياتي خالص بقى لما تعينت في الجامعه كان اساتذتي احنا عندنا تخصصات عديده في العظام، وكان اياميها الكلام ده بكلمك من 20 سنه يعني. كان دكتور العظام ده بيعمل كل حاجه يعني، بتاع العظام ده يعمل عمود فقري ويعمل مفاصل ويعمل اصابات ويعمل كسور يعني وحاجات من دي وكل شيء. لكن انا شايف ان ده مش، انا مش عايز اعمل كده، فكان عايز اتخصص في حته واحده والحته دي توديني اسرع للمكان اللي انا عايز اوصل له. فكان اساتذتي ساعدوني ان انا اروح بقى الحته ديت، انا اروح جراحه العمود الفقري، وبعدين خدت زمالات في جامعه مونتريال في كندا في جراحات العمود الفقري سواء للاطفال او الكبار، وبعدين لما رجعنا هنا بقى اسقطنا الموضوع ده واصبحنا اللي قدام ساعتك دلوقتي يعني. بس حضرتك عملت عمليات نالت شهره بالغه يعني، الطفله هند الاماراتيه لو برضو زمايلي موجود عندهم، والصور دي طبعا هنيجي هنجيلها، بس لو في تحديدا الطفله هند الاماراتيه لو ممكن. هي هند من الحاجات يعني دايما في اي تخصص في مستويات في الصعوبه. فهند كان عندها تشوه عمود فقري رهيب جدا يعني. تشوهات العمود الفقري الطبيعي انها تبقى جراحات لذيذه وبيبقى زي حفله كده يعني، يوم العمليه بيبقى الاسره رايحه تحتفل ان رايح نصلح التشوه ده، وجراحات بسيطه ونسبه نجاحها 99% وما يزيد يعني. الهند الغريب اللي كان عندها ان كان عندها تشوه رهيب جدا، وكان حجمها صغير جدا. وكان اللي يضيف على الموضوع ده انها كانت لفت، هي من الامارات هند زي ما ساعتك ذكرت، كانت لفت الدنيا كلها وما لقيتش، وقالوا لا ما فيش حل. الحل بيخافوا حتى يعملوا العمليه. مجرد قال هو انك مجرد تخش العمليات كان عندها تاثير شديد جدا على التنفس، التشوه بتاعها بشع لو ساعتك لو عندكم صوره الاشعه بتاعتها. فمجرد دخولها العمليات فيها مجازفه بحياتها يعني، مجرد دخول العمليه. وده كان عبء يعني، بما ان ساعتك ذكرت الموضوع ده عبء نفسي عليا انا ما انساهوش يعني. طبعا هند بقى اكتر من سنه ونص. العبء النفسي انك ازاي تخش عمليه زي كده، كل الناس اجمعت ان هي ما تتعملش، ان لو اتعملت فلو حصل حاجه لا قدر الله، احنا ماشيين بالاقدار يعني، انا وانت قاعدين كده على المكتب ده ممكن يحصل حاجه دلوقتي. طبعا احنا عايشين بكده، فدايما دي هم كانوا عارفين من الاول كمان ان لا عارفين ده يعني، ده ليها قصه طويله جدا على موضوع اللي عارفين ده ان هي فعلا كانت لفت كل الدنيا يعني. ولكن البنت كانت متمسكه بامل، وانا كان عندي، انا ما اتجذفتش بيها برضو يعني، انا كان عندي احساس داخلي رغم الخطوره الرهيبه
ان انا اطلع بيها بامان وربنا اكرمنا. والحقيقه مش هند لوحدها يعني، دي في مجموعه كبيره جدا من الحالات اللي هي اللي فيها مخاطره عاليه دي. بالظبط. وانا لو جبت لنا طبعا استاذ حسام لو هند مش ده ممكن نشوف الصور اللي شوف الصور الثانيه طبعا لما تيجي برضو يعني حضرتك اشتغلت مع اطفال كمان، والاطفال تحديدا كان في تشوهات. ما هي تشوهات العمود الفقري يعني ديت يعني ده مصطفى يعني هو انا طبعا كل واحد حافظه فيهم بالاسم ده علي. دي ازاي ده يعني ما شاء الله حضرتك قعدت ليهم حياه ده ازاي ده بالذات بقى يعني ليه قصه طويله جدا. ده اسمه احمد. ده كان عنده تشوه رهيب جدا في العمود الفقري وعنده فتحه خلفيه من في الرقبه متصله بالنخاع الشوكي والدنيا بتاعته كانت في منتهى الخطوره. ده كان عايش في ايطاليا وبرده قالوا ان ده لو اتلمس ممكن يؤدي الى شلل يعني. فربنا يسر ووصلنا للتصليح بالمنظر اللي سعادتك شفته ده. كل الشباب اللي سعادتك عرضتهم دول دي الحاجات اللي هي الكبيره في التشوهات يعني مش الطبيعي ان حد دي اللي هي عمليات الاكثر صعوبه. يعني ده كان شاب عنده تحدب شيرمان وصل للمرحله اللي سعادتك شايفه ده مصطفى ده من العراق. والحمد لله ربنا اكرمنا وعملت الجراحات دي بتغير حياه الشباب دول تغيير جذري طبعًا. يعني مش عايز اقول لك ده جه حركه مخصوص بالعراق ان مصطفى ده في كل مناسبه في كل نجاح دراسي في كل حاجه عائليه يبعت لي يقول لي انا بقيت واحد جديد ودي حياتي دلوقتي يعني. فده بتغير حياتهم جامد جدا. ده علي ده برضو من العراق كان عنده اعوجاج وتحدب ودي شكله بعد التصليح التشوه بيضحك اهو. ما هو الموضوع تغير كامل في في جزء عضوي جدا لتصليح التشوه ده وفي جزء بقى عامل لان في حاجه اسمها نظره الشباب دول لنفسهم. فالشباب اللي بيبقى عندهم تشوه بالمنظر ده بيبقى طبعًا عندهم عامل نفسي كمان عامل نفسي رهيب جدا. ده يعني مصطفى صح؟ لا ده احمد اللي انا قلت ساعتك اللي هو كان بتاع ده مصري؟ ده مصري ولكن كان عايش في ايطاليا يعني. يا حبيبي ده جال حركه من ايطاليا لان ده كان عنده فتحه خلفيه زي ما بقول ساعتك في الرقبه موصله للنخاع الشوكي وكان عنده تكيسات شديده على النخاع الشوكي وعنده تشوه اللي ساعتك شايفه ده. طب انا عارف يعني وانا مش طبيب بس اللي يقرب ناحيه النخاع الشوكي دي ما هي شغلتنا حوالين الحته ديت لكن هو ده بتفاصيله يعني. انا عايز اقول لسعادتك ان ده بتفاصيله مع ان تشوهات العمود الفقري ديت جراحات شائعه انا بعمل منها 5 في اليوم لكن ده لم يذكر منه حاله واحده على مر التاريخ العلمي. 5 بس اكيد مش كلهم الصعبه دي. لا الصعبه دي حاجات عاليه جدا Advanced دي حاجات عالية جدا. ممكن تقعد قد ايه العمليات الصعبه دي مثلا؟ والله ده سؤال صعب. سؤال صعب لان الاجابه عنه غير منطقيه في علم الله. لا غير منطقيه لان انا سريع جدا يعني والله. الحاجات ديت ودي حتى تشوف بعض الناس جم من اماكن غير منطقيه. انا هقول لك بعملها في 3 ساعات الناس بتعملها في 10 ساعات و8 ساعات. يعني انا ساعات ده بيسبب لي مشكله. انا مثلا يجي لي حد من احد البلدان ده برضو مازن ده حاجه كده خارج نطاق الطبيعي لان يعني كان وزنه قد كده وكان عنده تحدب واعوجاج رهيب جدا وحجمه صغير وسنه صغير. ده برضو احد الناس اللي حياتها اتغيرت جامد يعني. فدي بقى ده عشان كده بقول لساعتك على الوقت يعني. ده مثلا طفل عنده وزنه 16 كيلو وانت عشان تعمل العمليه ديت عايز تفتح ظهره من فوق لتحت فلما بتفتح بيخر دم. 16 كيلو ده معناه ان عنده لتر ونص دم في جسمه. فانت لو ما استغلتش باقصى سرعه في التاريخ طبعا هيفقد كتير وفقد لتر دم خلاص انت كده واخدت منك قد ايه. فانت لو تشتغل بسرعه وفي نفس الوقت انت عايز تشتغل بسرعه ولكن في جنبك النخاع الشوكي في ظل التشوه الرهيب ده. فهي ديت المعضله وهي دي بقى بترجعنا للنقطه اللي ساعتك ذكرتها في الاول اللي هي التخصص. انك تبقى متخصص لدرجه انها تشتغل في حاجه زي كده بسرعه كبيره فتحصل على النتيجه ديت بامان يعني. بس ان الحاجات اللي ساعتك بتعرضها دي مش تشوهات العمود الفقري. دي الحاجات اللي هي خارج نطاق اللي هي خلاص اكبر من كونها تشوه. هي وصلت لمرحله ان خلاص ما عادش ينفع نتدخل بقى يعني. ف اللي يعني اللي هي حالات شبه نادره اصبحت تبقى يعني اصبحت تبقى فيها صعوبه شديده يعني. في اطباء بيرفضوا يعملوا الحاجات دي. وانا جزء كبير من الحالات اللي بتجيلي بيكون كده يعني. زي ما بقول لك التشوهات العاديه ديت جراحات شائعه بتعمل في كل حته في الدنيا لكن التشوهات لما بتوصل للمنظر ده بتمثل خطوره جامده جدا. عارف يعني ايه خطوره على طفل او شاب لسه في مقتبل الحياه
في البيت بتبقى حاجة صعبة جدا عليهم. وبعدين في ناس للأسف الشديد حتى يوصلوا لي أنا ما أقدرش أساعدهم لأن بيكونوا وصلوا لمرحلة فشل في التنفس مثلا. فده ما تقدرش يعني ممكن يعني أنا ما أنصحش أبدا العمود الفقري يعني أنا مش عايز بس يبقى محور الكلام اللي إحنا بنتكلمه إن إحنا عايزين الحالات تبقى كده عشان نعملها ونبقى مبسوطين. لا ده إحنا عايزين الناس ما توصلش للمرحلة ديت لأنك ساعة ما بتوصل للمرحلة ديت بيكون الكلام صعب جدا. يعني حتى معايا أنا بقول كلام صعب جدا 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 لأن الخطورة بمنتهى الخبرة وبكل حاجة وأنا هعملها بأسرع حاجة بس المخاطرة رهيبة جدا يعني. وفي ناس جاية لحضرتك من أوروبا يعني. يعني الحمد لله ربنا ييسر الأمور يعني أنا بيجي لنا. ده معناها إنه مش سهل إجراءها خارج. لا لا في حالات بالذات يعني التشوهات ديت الحمد لله إن ربنا ييسر أصبحنا مقصد لناس من كل الدنيا فيها يعني. حضرتك كمان يعني ليك قصة لطيفة مع اللغة الفرنسية صح؟ في بداياتي خالص. وحصلت على زمالة من فرنسا. لا مش من فرنسا من جامعة مونتريال في كندا. في كندا. ولكن ديت كيبك في مقاطعة كيبك برضو بتكلموا فرنساوي. بتكلموا فرنساوي. لأن أنا ما كنتش أعرف فرنساوي خالص عمري ما درست فرنساوي لحد ما خلصت كلية الطب. بتاتا عمري ما. وبعدين برضو في مرحلة إن إحنا نروح فين وندرس إيه ونعمل إيه فقلنا ندرس حاجة خلينا نعرف لغة نتعلم بيها برا فدرست فرنساوي من الزيرو بعد ما خلصت كلية الطب ودي كانت السبب في الزمالات اللي أنا عملتها في جامعة مونتريال في كندا يعني. هايل جدا. طب استاذنك نروح فاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضرتك. اتفضل. اهلا بحضراتكم مره تانية ولسه مشرفنا في الاستوديو الدكتور هاني عبد الجواد الاستاذ المساعد بقسم العظام كليه الطب جامعه الازهر وواحد من اهم العلماء في مجال الطب في جراحات العمود الفقري وتشوهات العمود الفقري ملقب بالساحر واحد من اهم الاطباء على مستوى العالم. واعتقد لما تابعنا مع حضراتكم الصور تغيير كامل في حياه المرضى وربما انقاذ لحياه بعضهم لان التغيرات يعني حضرتك بتقولي انه المشكله انه كتير من هذه التشوهات بتبدا تضغط على اعضاء الجسم طبعاً. بعد كده بتبدا على الرئه يعني يا ريتها بتظل كده. لا ما بتظلش هي المشكله التشوهات انها بتزيد مع الوقت يعني الناس اللي ساعتك شفتها دي ما كانوش كده يعني هم كان عندهم تشوهات طفيفه وبدات التشوهات دي تتطور مع الوقت لحد ما توصل المرحله ديت في خلال فتره النمو يعني وزي ما قلت ساعتك ان بعضهم بيبدا في الحالات الكبيره اللي ساعتك عرضتها ديت بيوصل ان في ضغط شديد على التنفس والعلم بيقول لنا ان عند مرحلة معينة من الضغط على التنفس احنا لا نستطيع ان احنا نجري الجراحة يعني. حضرتك كانت دراسة حضرتك كمان في مونتريال في كندا بالظبط بالظبط وحصلت على زمالة عمود فقري من كليفلاند ده في امريكا صح؟ كنت رحت كليفلاند كان اساس الزماله رقم واحد في العالم متهيألي كليفلاند صح؟ كليفلاند مؤسسه رهيبه يعني حتى يعني الناس مبهره لكل الناس حتى الناس الامريكان لكن كان اساس التدريب بتاعي يعني في المسلسلات اللي بيشتغل في كليفلاند خلاص هو كده اساس التدريب بتاعي كان في جامعه مونتريال في كندا. طيب لو ايه اللي حضرتك تنصح بيه المرضى من اصحاب التشوهات وخاصة في ناس بتخاف يعني يمكن المشكلة كمان في كبار السن بيقلقوا أكتر. هو أنا أنصح اللي يخاف يشوف الحاجات اللي ساعتك عرفتها ديت لأن هو إحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي. لأن دلوقتي لو دايما إحنا بنحتاج تفكير بالمنطق، دلوقتي أنا عندي تشوه طفيف نسبة الجراحة بتاعته 99%. ساعتك خفت منه خلاص هنسيبه هيتطور هيبقى تشوه رهيب. والتشوه الرهيب ده هو بتبقى نسبه المخاطره بتاعته عاليه جدا. اصل في علامات بتخاف. ايوه ما هو خايف ما هو دلوقتي حتى في شغل الفقرات العادي لو ما خدتش لو مشيتش بالمنطق ده وخفت تعملها وهي صغيره التشوه ده هو هيزيد وبيجي في مرحله
يعني انا عايز اقول لحضرتك والله يعني انا مش بهول الامور، لكن انا بيجي لي ناس وصلوا لمرحله فشل في التنفس انا بكلم سعادتك عليها ديت، ويقول لي طب اعمل لنا العمليه احنا عايزين نموت يعني، بس اعمل لنا العمليه. اقول لهم ما اقدرش اخاطر بيك لان بتوصل لمرحله، فما انصحش ابدا حد يعني احيانا ترفض عمليه احيانا كتيره جدا لان في ناس بتمشي بالمنطق اللي سعادتك ذكرته في الاول ان هو خايف فيستنى لحد ما تزيد، وبعدين لما يزيد جامد يبقى في حاجه ملحه، لان في بعض الاطفال والشباب دول بيصبح حبيس اوضته، ما يقدرش يروح المدرسه، ما يقدرش يخرج بره البيت، لدرجه ان في بعض الناس انا عملت لها مثلا كان حد يخبط على باب بيته لازم يروح يستخبى لحد يشوفه لانه عنده تشوه كبير، ومجرد ان حضرتك تشوفه او اي حد يشوفه بيجي على نظرك بيجي عليه، وده بيأذيهم نفسيا جامد جدا. فعلشان كده ما انصحش حد ابدا يستنى للمرحله الرهيبه جدا دي من التشوه، لازم نبدا بدري نعالجها بدري ونكتشف الموضوع بدري فنحصل على افضل نتائج. الكلام احنا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده على الحاجات الخطيره، طب الحاجات التانيه الحلوه لا، ده في ناس زي بقول لحضرتك بيعتبروا ان عيد ميلادهم يوم ما تصليح تشوه طبعا. ده وبتبقى حفله كده اهوت، والامور بسيطه جدا ما بنتكلمش في مخاطره ولا حاجه، وده الشائع يعني الشائع ان دي جراحات سهله جدا شائعه جدا ونسبه نجاحها عاليه جدا. ما نحبش نروح للخطيره بقى دي. طب ايه الجديد في الموضوع ده؟ يعني طبعا المناظير كل يوم بتتطور، هو الجديد جدا في حاجه اسمها الجولد ستاندرد، يعني دلوقتي ايه افضل طريقه نحصل عليها؟ ان احنا نعمل تثبيت للفقرات. عشان نعمل تثبيت للفقرات ديت افضل طريقه معتمده في العالم دلوقتي ان احنا نعمل تصليح ثلاثي الابعاد للفقرات، ونعمل لحام للفقرات ديت عن طريق فتحه في منتصف الظهر كده فتحه واحده، يعني ونعمل تثبيت لا من غير منظار من غير منظار. ده الجولد ستاندرد. الجولد ستاندرد ده انك تدي المريض افضل نتيجه معروف متابعتها على مدار السنوات وصلت لفين. احنا نعمل فتحه في منتصف الظهر، نعمل تثبيت الفقرات، نعمل تصليح ثلاثي الابعاد، ونعمل تثبيت قوي، فخلاص يبقى الموضوع انتهى بعد كده ما يرجعش تاني. دي هند بتتواصل حضرتك معاها دلوقتي؟ هند احنا يعني على علاقه طيبه باسرتها، لان هند لا تنسى بالنسبه لي، احنا عشنا مع بعض انا واهلها وهي فتره عصيبه جدا لانها كانت وصلت لمرحله من الياس رهيبه، واتغيرت تغيير رهيب جدا بعد العمليه يعني. الحمد لله ما زلت على تواصل. طبعا تغيرت حياتها طبعا. الحمد لله. على اي حال احنا سعداء جدا بحضرتك، ده شرف لي. الله يخليك، مبروك التكريم مره يكرمك. اخرى اشكرك على الوسام الماسي، الله يخليك، وافضل القيادات الهاما في المجال الطبي. الله يخليك، اشكرك، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا، ده شرف لي. الله يكرمك، اشكرك، اتمنى ان شاء الله نشوف حضرتك على الف خير. اشكرك جزيلا، كتر خيرك. شكرا. كنا بصحبه الحقيقه واحد من علمائنا الاجلاء ومن امهر الاطباء في جراحات وتشوهات العمود الفقري على مستوى العالم. يمكن الحالات اللي احنا شفناها مع حضرتك ودي تدينا امل وتدي الاسر كتير امل اللي بيتفرجوا علينا انه ممكن يتم العلاج وتغيير الحياه بالكامل. ان شاء الله تكون هذه الفقره مصدر امل لحضراتكم. تحياتي، وبكره حلقه جديده من 90 دقيقه. الى اللقاء.